استمرار التظاهرات في منبج ورفض العشائر والقبائل العربية الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات قسد ضد أهالي المدينة. معنا من اسطنبول الأستاذ حاتم الراوي، المحلل السياسي والعسكري. سيد حاتم، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بكم. لنبدأ من التظاهرات، وهي ليست الأولى ضد ميليشيات قسد في المنطقة. ما الذي تختلف في هذه المرة أو التظاهرات عن غيرها؟ يا سيدي، منبج لمن لا يعرفه حتى من السوريين عفوا، مدينة كبيرة جدا، يعني نسبة سكانها بنسبة 100% من العرب. نعم. يعني لا يوجد فيها بالأساس أي حي أو طرف من أطرافها أو جزء منها من المكون الكردي، فهي مدينة عربية بامتياز كاملا. عندما سيطرت عليها قوات قسد يعني يتعامل معها العرب في المنطقة على أنهم يتعاملون مع أمريكا. يعني لو كان الموضوع هو حزب البككة أو البيدة لوحدهم، لن يستطيعوا الصمود بوجه القبائل العربية الموجودة في المنطقة ولا لمدة يوم واحد. لكن الكل يعرف أن هؤلاء عبارة عن مراكز مسك الأرض لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالتالي فيتهيبونهم ويتعاملون معهم بندية إلى حد ما وبمحاولة التآلف إلى حد أكثر، علما بأن المنطقة ضغط عليها بالحالة المادية اقتصاديا. يعني الناس فرطت في المنطقة، لذلك اضطرت يعني جيل الشباب وبعض الشيوخ المعتبرين في المنطقة من التهادن والتعايش مع قسد فقط لإيجاد فرص العيش لا أكثر. نعم. أما عندما يحصل الضغط، يعني مثلا في هذه الحالة الآن، هذه التظاهرات سببها أن قوات قسد بدأت تجمع الشباب بشكل قسري وملاحقتهم إلى بيوتهم وأخذهم إلى التجريد الإجباري. هذا يعني هو بالأصل صامت وساكت ومتعايش ويحتمل كل الانتهاكات وبالتالي يطلب منه الدعم. طيب، من أجل سيد حاتم، اسمح لي أتوقف هنا عند قضية مهمة للغاية، هي جاءت في ثنايا حديثكم. من أين تستمد هذه الميليشيات الشرعية لإبقاء سيطرتها على هذه المناطق العربية؟ لا سيما أن التحالف الدولي هو من طرد تنظيم داعش من تلك المناطق. الميليشيات، وأنا أسميها ميليشيات لأن تقودها أحزاب إرهابية وأحزاب أصلا هي مدرجة في لائحة الإرهاب حتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الدعم والقوة تأتيهم من أمريكا بشكل واضح. يعني نعم. البارحة دخل رتل الأمريكي 5 أرسال بآليات إلى الجزيرة السورية لمساندة قوات قسد، فهي تستمد قوتها من أمريكا، يعني هذا معروف. ولولا الدعم الأمريكي لهذه القوات قلت لك لن تستطيع الصمود بوجه القبائل العربية لمدة 24 ساعة. ما خطورة وجود قسد كبنية عسكرية وفكرية وسياسية على المنطقة الشرقية؟ قسد كبنية يعني سياسية لا شيء. يعني أنا يتكلم معي بعض الإخوة الأكراد من الأكراد المتعايشين أصلا والذين يعتدون بشوريتهم وهم وطنيون، يقولون لنا أننا نحن خائفون من قيادة قسد، من هذه الأحزاب التي ستجلب لنا الويل والثبور، لأنه مجرد ما أمريكا سحبت يدها عن هذه القوات فسنضيع نحن بين أيدي العرب الذين قد لا يفرقوا بين من كان مع هذه القوات ومن كان حياديا وينتظر الحلول. نعم، هذا كلام مهم. مع سقوط قتلى وجرحى، هل يصمد برأيك الاتفاق التركي الأمريكي؟ وما موقف أنقرة منه مما يجري؟ أنقرة يعني بكل تأكيد تحاول إبعاد
هذه الأحزاب الإرهابية. يعني أنا أقول لك شيء، لو أن أحزاب كردية وطنية حكمت في المنطقة لن يكون هناك لدى تركيا مشكلة، أما هذه الأحزاب هي بحالة حرب من أكثر من 40 سنة مع تركيا، والآن غرزت في خاصرتها. لذلك لابد لتركيا من دعم كل من يحارب هذه الأحزاب. هذا ما يحصل. وأما بالنسبة للمظاهرات التي حصلت مؤخرا في الشداد، ذهب 5 قتلى، يعني 5 شهداء من المدنيين لإحتاج احتجاجهم على غلاء الأسعار. وفي منبج حتى اليوم 8 قتلى ذهبوا في هذه الاحتجاجات على مسألة التجنيد، مما اضطر قسد إلى وقف حملة التجنيد الإجباري الآن. ولا تزال الناس يعني بحالة هدوء حذر جدا، خوفا من متابعة قسد تجنيد الشباب. وأنا أقول لك إذا تابعت قسد تجنيد الشباب في منبج، فالمعارك يعني ستمتد وتكبر أكثر بين العرب والأكراد الموجودين. شكرا لك الأستاذ حاتم الراوي، المحلل السياسي والعسكري.